السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفا 3D الموقع دوت بتديله تكست يبدأ يحول لك التكست دوت لحاجة 3D بالشكل دوت. أي حاجة أنت بتتخيلها بيبدأ يعمل لك 3D بحيث تشوفها من جميع الزوايا. يعني ممكن تكون عندك شخصية أو مبنى أو فأنت تقدر تشوفه من جميع الزوايا، وده يسهلك عليك إن أنت تشوفه بعد كده في الفيرشوال رياليتي أو الأوجمانتيد رياليتي، أو يبقى موجود معاك في أي حاجة أنت عايزها. كل عليك ان انت بس تضيف التكست اللي انت عايزه هو يحولها لك. فعندنا حاجتين، عندنا تكست تو 3D، هتكتب له تكست يعمل لك هو 3D، او 2D ل 3D هتدي له هو صورة وهو يبدأ يدرس الابعاد بتاعتها وتشوفها في 3D. فتبدأ تشوفها بالشكل دوت، تقدر تلفها، تقدر تشوفها من فوق من تحت زي ما انت عايز. فممكن تعمل شخصيات او تعمل تصميم معين هو يبدأ ان هو يعمل لك بال3D. ممكن تعمل ما يقارب من 1000 شابتر، ممكن تعمل بسرعة الموديل بتاعك. تمام، ممكن بقى نشوف البرايسنج الاسعار اللي الناس كتير بتسأل فيه. هو زي اي حاجه بيديك فري، تقدر تعمل 50 AI جنريت 3D اسيت، وبعد كده لو انت عايز اكتر ده هتدفع $10 في الشهر او $9 في الشهر. تمام، طيب خلينا نقول له get start now. فبيظهر بالشكل دوت، اقدر اقول له بقى ان انا عايز ابدا مشروع جديد. فبيقول عايز اسميه ايه، البرودكت تايب، الكاتيجوري تكست تو 3D، ولا صورة وتكست 3D، ولا امش تكست 3D. طيب ماشي، هنقول له بقى احنا عايزين التكست مثلا تايجر. تمام، الكاتيجوري انت بقى ممكن تختار الكاتيجوري اللي انت عايزها. تمام، لو في اي اسيت ممكن يساعد في المشروع. بيقول لك ان هو هياخد الكلمة بتاعتك دي ويحولها لصورة، والصورة بعد كده هيحولها ل 3D. تمام، هي تاخد لها مثلا دقيقة دقيقتين، وبعد كده يبعت لك رسالة يقول لك ان الحاجة اتعملت. في ميزة كمان ان هو مديك ان انت تعمل داونلود للموديل بتاعك. طبعا شكله عجيب، مش عارفين نرسم رجله، بس دي بداية. تمام، طيب يعني بعد فترة هتلاقي المنتج اتحسن. تقدر تحمل الملف دوت، انا مهتم ان انا اعرف اللي هينزل بيه. انا اقول له سيف، هو نزل جي ال بي، فده سهل ان احنا نتعامل معاه ونقدر ان احنا نشوف في برامج كتيرة فيور ونقدر ان احنا نطبعه.